كمان كمان مور مور. ايوه بقى ويلا بقى، ايوه بقى ويلا بقى، التات عسلات فولات من مصر ام الدنيا. I swear I love you. I am فيفي عبدو. انا هكون معاكم النهارده، انا فيفي عبدو هكون معاكم النهارده في ساتردي نايت بالعربي. الحقيقه لما جيت البرنامج ده، برنامج لذيذ جدا وكل اللي فيه ناس لذاذ جدا وانا حبيتهم قوي. انا بقى لي 3 ايام معاهم، بس من اسعد ال3 ايام اللي انا قضيتهم في حياتي، وكنت محتاجاهم قوي دلوقتي. الحقيقه سالوني قالوا لي عاوزه تتكلمي عن ايه. انا بحب قوي الصدق، بحب الشكذب خالص. مره كذبت كده وكان في اول حياتي، كان عندي بيت في المهندسين، لا في الم... في ال... في الزمالك في الدور الخامس، وطبعا كنت بطلع على رجلي، ما كانش عندي اسانسير. ولكن رحت اتعزمت في الهند عشان اعمل فيلم اسمه ساندسونا، يعني الذهب والفضه بالهندي. وصلت هناك طبعا معايا ممثل كبير جدا، فالمفروض انه راجل هناك واصل قوي، فكل ما كنت اشوفه راكب عربيه اقول له سيم ان ايجيبت، انا عندي زيها بالظبط في مصر. لابس بدله اقول له سيم دي كلر. لقيت البيله بتاعته كبيره جدا، فقلت له يو هاف سيم اكزاكتلي. طيب الراجل دوت طبعا ده في الهند، طبعا اعمل زي ما انا عاوزه، ده انا رايحه الهند ومن عرفني هناك. اما وصلت هناك بعد ما رجعت مرت الايام ولقيته بيكلمني بيقول لي انا جاي مصر. طبعا انا كان المعر والكذب بقى قايله له عندي حاجات كتيره جدا. المهم جريت على واحد سمسار وقلت له من فضلك نقي لي قصر كبير قوي، اكبر قصر في مصر، ادوني عشان خاطر جاي لي ضيوف فيه. وخدت فعلا استلمت القصر قبليها بساعه، طلعت المطار عشان اجيب النجم الكبير اللي هيتفرج على مصر وحلاوه مصر. جبت النجم الكبير عايز اروح الفيلا ولا القصر اللي انا واخداه له، فطبعا مش عارفه المكان خالص. فاضطريت ان انا اروح على السمسار اقول له من فضلك امشي باي حاجه قدامي وانا همشي وراك لغايه لما اعرف الفيلا دي فين. فدخل زي ما تقولي ايه الفيلا او القصر ده ما فيش فيه حيويه خالص. فقال لي دونت لايك سبيك وان، يعني بيقول لي ده كبير قوي وكده مش يعني مش عاجبه. فقلت له طب تيجي نروح لماي ماذر. قال لي اوكي هاني. قلت له يلا يا سويت. خدته ورحت رايحه على فين؟ على الزمالك بقى البيت الاصلي. في حيويه، في امي، في اخواتي، كان في حيويه. دخلت عجبوا البيت قوي، حس بدبء فيه، ان الكذب ملوش رجلين من الاخر. فطبعا قال I like this house. I love you. عايزه اقول لكم انا مبسوطه قوي معاكم النهارده. استنوني في سكتشات حلوه جدا احنا عاملينها النهارده. وفرقه افتكاسات. دي قعدت كتير قوي عبال ما احفظها، احذروا. طبعا عايزه اقول لكم ان معانا مطربه جميله جدا بنحبها كلنا ولذيذه وبنت بلد وجدعه قوي، اسمها امينه. يا ريت انبسط معاكم وتنبسطوا معانا النهارده، بس عايزين سوكسي فوق العاده مش طبيعي. انا جايه عشان اسمع سقفات مش طبيعيه. ايوه بقى، ايوه بقى ويلا بقى استنونا، بحبكم قوي يا امه.